شيخ البلد يا شيخ البلد، ايه ده يا شيخ البلد؟ ايه الحمارة الجديدة اللي انت جايبها دي؟ شفت يا اله دي عليها رجول فظيعة إيه؟ بس انا لقيت عينيها عمالة تدمع كده، قلت اقعد معاها تفضفضلي. والله العظيم وقعدت معاها فضفضيت لها، سمعت لها والله صعبت عليه. والله ما هي البهايم بتحس ببعض. بس انا برضك ما رضيتش اعكسها، خفت لا الجحش يزعل. لو انا هزعل ليه؟ انا قلت برضو يعني يكون عندك بهدلنا حضر كده. انت لسه شفت حاجه؟ انت نصاب يا حرامي، انت ايه اللي ماسكه في ايدك دي؟ انا ماسك مطوه عشان لو اي جن ركب اي واحد قالوا فيها جن. لا ده احنا اشيه. اذا انت بتحضر العفاريت ولا بتثبتهم؟ بس يعني انت ايه؟ انت قاضي يا دجال يا نصاب يا حرامي، ايه اللي جابك هنا؟ دي قعده كبارات البلد. انا ما جيتش من مزاجي يا اخوي، انا يا سيدي الرشاح جالي بالليل. جالي بالليل وقال لي فيها فيها ده دجال، ده تفضل قاعد كده والعمدة يجمع كل القرية وانت ما تروحش ليه؟ هو التهبل ولا اهبل؟ طب والله العظيم انت عيل دجال ونصاب وحرام، ولا جالك رشاح ولا جالك نيلي. اقسم بالله اسخطك قردي دلوقتي. والله العظيم ما تقدر اوديك. والله العظيم اقدر اسخطك. بس لا اسخطك قردي وتبقى زيي. استغفر الله العظيم. لا خلاص. ايوه كده نحترم نفسني، انا عارف اللي انت زعلان مني. ايوه زعلان، فاكر لما ميلت عليا وقلت لي لو عايز تخلف اجري حوالين التين عمال؟ في ليلة ضلمة مش ماشيلي في عز الظهر قالع لي مالته بتجري على الترع. ايه ده هو جري مالته في عز؟ والله العظيم في عز الظهر قالع مالته ماشي على الترع وبيسمع حماي ومبسوط. طب مش كنت تقول لي كنا نجيب الموبايل نصور ونولع الانستجرام؟ يا ولا احنا فيها يا معاك الموبايل معايا، تعال نعمل له فيديو دلوقتي. يلا اهو معانا دلوقتي شيخ البلد اللي ما بيخلفش. يلا خمسه بوه خمسه هوانيو خمسه الوفاء. يلا يالا نزل الفيديو ونلع الدنيا. بس انت وهو بس يا رجال يا نصاب يا حرامي. خلاص ما سمعتش انا في ليله ضلمه دي، ما سمعتها بالذنب انا يا حبيبي. بس على العموم سيد الرشاح جالي تاني. هو بيجي لك ولا بيلبسك؟ اسكت. قال لي عشان تحل مشكله الراجل ده هي كلمه واحده اللي هتحل كل حاجه. عليك نور. ايه هي بقى الكلمه اللي قالها لك؟ قال لي عشان يخلف لازم يتنيل يتجوز الاول. ايه ده؟ هو انت عايز تخلف من غير ما تتجوز؟ ما انا رايح لدجال. ما انا لو متجوز عايز اخلف بروح لدكتور عمرو ادريسي. ايوه يعني انت عايز تتكسر ذاتيا يعني؟ ما تجننوناش معاك. والله اهبل عيل اهبل. عيل ايه؟ خلاص بس اهدى بس يا حاج سالم. خد بس اقول لك على حاجه، العمده جاب اكل جوه الدوار ولا لسه؟ ده جايب بطه جوه عليها رجليه. انا مالي النهارده ببص للحيوانات بصات مش كنت لسه بتكلم على الحماره في ايه؟ ده تفسروا بايه ده؟ تقريبا عجز يعني. بص يعني البني ادمين مش راضيين يتعاملوا معاك يتعامل مع الحيوانات. عادي انا جوه الاكل جوه كله. لو في اي اكل قول لي على طول. ما تقلقش ده في بطايه جوه. يا يلا سلام. انت بتخبط بتعمل ايه؟ خش يا حبيبي مستني حد يفتح له. ده دجال يعدي من الباب وانت اي كده عبيط. دجال ونصاب وحرامي، ما انت اي عبيط في البلد بينصب عليك. طب هات بقى الفلوس اللي نصبت عليها فيها يا اخوي. قصدك يعني ان انا عبيط؟ ده انتهب. انت بتشتمني يا شيخ البلد. ايوه انا محترمك والله بس عشان سنك. والله اديك بالجزمه على بوزك ولا تعرف تعمل اي حاجه. والله جمعت اهل البلد؟ جمعتهم كلهم الا المعلم زرزور، قالوا لي بس ان هو لسه في البندر لسه ما جاش، اول ما يجي هيبلغون على طول. انا جيت يا بلد معفنه، انا جيت يا بلد منتله.
ازيك يا شيخ البلد؟ ازيك يا معلم زرزور؟ عامل ايه يا دي يا شرابي؟ تمام الحمد لله. ده انا شفت حاجات في البندر يا اولاد. باين باين على اللبس. الله فظيع اللبس ده. ده اديداس. اديداس؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده لبس ده حاجه خفيفه كده، انما انت ما شفتش بقى يا شيخ العمده. مين شيخ العمده دي؟ انت ما شفتش بقى يا شيخ البلد. انت ما شفتش بقى الموضه وصلت في ايه بقى في البندر؟ الرجاله بنطلوناتي بقت الموضه تبقى ساقطه لحد هنا، وبيقول لك كل سنه هتنزل شويه عن اللي قبليه لحد ما كمان كام ثانيه هتبقى لحد هنا، والرجاله هتمشي كده. ايوه الموضه دي قديمه، انا عارفها من زمان. ليه؟ من وانا عيل صغير اما احب اخش الحمام بنزل البنطلون وامشي كده. اه يا ريم. ايوه ثواني، انا عايز افهم بس، يعني هو القمصان هتغطي لحد البناطيل؟ لا القمصان العكس، هتطلع لفوق وتدي. يعني القمصان فوق والبناطيل تحت؟ اه. طب والفرق ده مين هيعالجه؟ المتحرش. ايوه صح، المتحرش ده مش هيسيبه حد في حال. اه ده انا شفت حاجات يا اولاد. ده كمان ايه بقى موضوع اللبس دي؟ هيريح كتير، لان المتحرشين مش هيعرفوا يفرقوا بين رجاله وستات، وهو الرجاله تشيل عن الستات شويه. يعني احنا نشيل عن الستات واحنا نشيل الطين؟ في ايه ده؟ اذا كنت انا بالجلابيه وبتحرشوا بي. يلا انت شكلك حكاوي كتيري، اوصل انا الكشك اجيب لك حاجه ساقعه تقعد تحكي لنا براحتك. لسه هتجيب حاجه ساقعه وتفتحها ده انت قديم قوي. ده انا شفت في البندر مكنه نزلت فيها الحاجه الساقعه، تحط الفلوس تنزل لك الحاجه الساقعه. صح والله. والله رحت وقفت قدامها، احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه، احط فلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. جالي واحد قال لي خلاص يا عم الحاج خلي الناس التانيه تشرب. قلت له ثلاثه بالله العظيم ابدا، طول ما انا بكسب مش ماشي من هنا. احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. بتكسب انت فلوسك راحت في المكنه؟ المهم المتعه يا اهبل. على رايك منور. إيوه. الحمد لله على السلامة. انت عارف يا واد اغرب حاجة شفتيه ايه؟ ايه؟ الفنان محمد فؤاد. صح والله. اه ماشي انا في الشارع لقيت واقف في لجنة، واللجنة مبهدلينه ومش عايزينه يمشي، وهو عمال يغني لهم. غنى ايه؟ ربيت حزامي وماشي من غير صوت، طفيتي جنبي والكاسيت بريموت، اشرب سيجارة طفي من بره، مجروح وبصرخ يابا بس من غير الصوت. الله الله الله. عجب صوته قوي بقى، عجب صوته، اداله 3 سنين الحمد لله. الله. بقول لك ايه؟ ايه موضوع الاجتماع ده يا ولد؟ ايه يا شيخ البلد انا ما اعرفش. ايه الموضوع ده؟ العمده عايزنا في حاجه هنعرفها دلوقتي. طب انا اروح بقى البيت. البيت اجيب البيت ليالي بيتي ونيجي على الاجتماع على طول. خلاص ماشي. كتك دهية في رزالتك. ماشي. سلام عليكم. سلام يا معلم زرزور. ورحمة الله وبركاته. ايه دي؟ شفت المعلم وهو بيغني؟ شفت البندر. ايه ده؟ ده جاي من عرب جوت تالنت ده ولا ايه؟ ايه؟ والله شفت صوته، بس انا سقفت له وصوته كان وحش. ايوه. بس بقى عشان يمشي. يلا. يلا. الزغارات دي امك هتتجوز تاني؟ ما اعرفش والله. امي ايه؟ امك دي ارنبي عماله تتجوز كده اي حد؟ في ايه؟ لا لا انا امي في البيت والله. ايه الزغارات دي كلها يا حاجه؟ ربنا يملى قلبك بالفرحه. في ايه؟ رونالدينهو بعت لي دفع على الفيس وكتب لي يشعر بالمحبي. يشعر. ازيك يا شيخ البلد؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ الغافر؟ اهلا اهلا اهلا. عامل ايه يا شيخ الغافر؟ اهلا اهلا اهلا. طب روح اعمل لي شاي. من عينيا يا حجه. يا سلام، ايه البلد المجنونه دي؟ مالك يا شيخ البلد؟ حزين حزين حزين. حزين كده ليه؟ نفسي اخلف حته عيل يشيل اسمي. طب بسيطي، خلف. اخلف ازاي؟ ما انا مش عارف. اتجوز وخلف. مش هتجوز انا، وانا كل ما اروح لحد اقول له عايز اخلف يقول لي اتجوز. مش هتجوز. الله، هي كبرت في دماغها اخلف كده؟ ما هو انت ما ينفعش تخلف من غير ما تتجوز. لا ينفع. طب رحت تسلم الدجال النصاب؟ رحت له. طب بص بقى انا اخلص لك الموضوع ده. ايه؟ عدي عليا يوم الثلاث خد العيل. ايه ده؟ بسهوله كده؟ ايوه يوم الثلاث الجاي ده. اه الله. بس اديني بياناته. اديكي بياناته طبعا. امال ايه؟ عايزه عيل كده يكون قصير ومكلبس كده شبهي. ايوه. ومقبط كده. ايه؟ ها، وشعره يبقى طويل كده وسايح. ايه؟ واسود. ايه؟ عشان انت بتعملي ايه يا حاج؟ بتدخلي البيانات دي الكمبيوتر؟
لا دي مستشفى الجلال الولادي. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحتي والنبي ابن اختي بس في الحضانه وعايزه ازوره. والله يا حبيبي مش هعرف اجيبهولك. ليه؟ السيستم واقع. يعني الكمبيوتر عندنا عطلان وعنده شغال كوسه هي؟ يا حبيبي الكمبيوتر باي. لا وريني. اهوه. ايه دي؟ يا كبرني يا هيبتني يا راجلني. تعمل ايه يا كبرني؟ في ايه يا رب بتتفرج على ايه؟ بتفرج على ديني. يا نجر نجر من هنا. حاضر. انا مش عارف احنا في كفر ميت كنافه ولا برنامج الراقصه. كل اللي يخش نقعد نعمل على كده. يلا انا نجر من هنا. روح اعمل لي الشاي. هعمل لك برات شاي من الكبير قوي. البلاوي تعال تعال يا حاجه نقعد هنا شوي. ما تحزنش نفسك. والله حزين. اعمل ايه طيب؟ ما تحزن. تحزن نفسك ليه؟ والله هنحزن كلنا. هنعمل ايه؟ لا ثانيه واحده يا حجي، لان الموضوع صعب. لازم ندرك ان الموضوع صعب، تمام؟ فلازم ايه نتذاكي ننزل صب، تمام؟ عشان ايه يعني اظبطي زوايا واتزان معايا وايه كده. يعني ننزل مره واحده. ننزل مره واحده عشان ما حدش يجي على التاني، عشان انا اللي هخسر في الموضوع ده. ماشي يا عم. بص انا هاخد كده يعني انا ابقى الوضع دي. ماشي وانا ماشي, ماشي ربنا يلا. واحد اثنين ثلاثة. فين بقى بعيد اهل البلد؟ ايه يا عمدي؟ ايه في ايه؟ جايين جايين جايين. ايه الحزن دي؟ اهل البلد فين؟ يا روما اه يا ليل يا قمر والفرقة ضادت على البقر. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. انتوا من ده جراه يا دي عربي. كتر السلام يلي المعرفي. ما انا مش عايز اعرفكم تاني. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ما خلاص يا دي عبد الرخمي. ماشي ماشي يا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. طب ايه دي؟ فين جلاب العمده هو؟ جاي دلوقتي. فين؟ طب انتوا جايبيننا ومصحيننا بدري ليه؟ انا كان معايا واحد هنا راح فين؟ ايه دي؟ يا محمد. اه لا مش محمد. لا يا متولي خو. عايز اعرف مصيبه ايه وكارثه ايه ونكبه ايه وغرى ايه حصل ايه وغرى ايه؟ جايبيننا هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ يكون العمده اتعلم سحبه مايكل مثلا وعاوز يوريها لني؟ العمده اتفه من كده. امال جايبيننا ليه؟ والله ما اعرف. السلام عليكم. مش عارف والله. انا مش عارف حاجه تضايق. معلش معلش. انت راجل شاعر. انت ايه اللي يضايقك؟ ما هو انا كنت لسه قاعد بكتب قصيده جديده والالهام لسه جاي عليا. واول لما الالهام جه قالوا لي تعالى العمده عايزه. الهام الهام وجه الهام. ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان يا ولد. نسوان ايه؟ الهام يا بتاع الهام. يلا الالهام دي الافكار اللي بتيجي. وكمان افكار. ياض بقيت عامل زي المصاصه من كتر النسوان يا ولد. والله يا حرام عليك اتمصيت. سلام عليك. الالهام والافكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحد كده عشان يكتب القصيده. الواحد
قول الوحي، انتوا الشعراء تقولوا كلام، احنا ناس تافهه ما نفهمش الكلام ده. ايوه انا راجل شاعر وفنان. طب ما تسمعنا حاجه. هنا كده المناخ مش مناسب يعني. لا لا لا، المناخ حلو وجميل والله. قول. انا هقف اقول شعر قدام بيت العمدة. يا راجل العمدة راجل هايف، قول بس. طيب كتبت حاجه كده بتقول ايه؟ نقول تاني. انت قلت اول، انت قلت اولاني، يلا انتهى طال. ما هم بيقولوا كده، مالكش علاقه بيهم، نكون احنا متجددين. ماشي قول يلا شعر. اسمع دي كاتبها لبلدنا ميك كنافه. يلا بتقول ايه؟ ميك كنافه يا ميك كنافي، اديني حته بلا سخافي. نقول تاني. انت هتحفظهاني؟ ما انت قلت بزفت ميك كنافه يا ميك كنافي، هات حته بلا سخافي. بتقول تاني ليه؟ عشان عايز حته تاني. انت شاعر من نوع الطماع وهتقرفني معاه. طموح طموح. كمل يلا زفت الشعر دي. يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافة وانا ما دقتهاش؟ يعني ايه لحد النهاردة ما روحتش البلاش؟ يعني ايه كاميرة موبايلي من غير فلاش؟ والله انت بتقول اي كلام، ما هو الكلام ببلاش. يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافة وكلها قلاش؟ يعني ايه احنا الشباب وبيطلعونا على المعاش؟ عمار يا با. حلوة دي. شعرك حلو والله. يا لا في ايه ده، انت شعرك بس ده للطبقات الراقية، احنا عايزين شعر للناس التافهة الهايفة اللي بيداس على بقهم بالجزم دول. ايوه عارفهم الناس الحقيرة. ايوه خد دي يلا. بلدي ميت كنافة جوه الصينية محصورة. معذورة. شطورة. أموري. بص العصفورة اكلتني التطوري. تعال ناخد صور. يلا. يا سلام عليك وعلى شعرك، الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه، انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. اهده، مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي لا، وسعت منك ودلدقت ومالت الحته زروتك. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت. بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي. عارفها. انا جرالي ايه. عارفها. انا جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه. جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. الله اكبر. جرالي ايه؟ انت اتهبلت حبه بس، معلش. ايه ده، في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكره اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت له جرالي ايه ادي جرالي ايه ادي. ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنيه. ما هو فيه اقراف. قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه، قال لي فيه ايه، قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجه اهو. ليل وعد ليل وعد ليل وعد وراح. ليل وعد ليل وعد وراح. خد الكبيره بقى. ايه عمرو جالي قال لي انا عاوز اغنيه جديده. قلت له انت تامرني. كان واقف هنا وانا واقف هنا. اه قلت له عمرو روح اقف هناك. راح. قلت له انا ديك تعالى انا ديك تعالى انا ديك تعالى تعالى بدارك يا اخويا. تعال. تعال. تعال تعال ما بنخافش يا عم. تعال. تعال تعال في ايه. جه راح مشتريها على طول. ما انت إيه؟ عمال تزن على الراجل تزن. ده انت شعرك من نوع المقرف يا ولد. بس بقول لك ايه، قولي. انت تعرف اني المفروض والله لو العمدي اخليك ايمن بهجت قمر. اه بس انت مش العمدي. يلا ما حرام عليك، كان نفسي ابقى العمده والله. صعب تبقى العمدي. ليه صعب ابقى العمده يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل. عاوز تبقى العمدي؟ اه اقول لك انا، انت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم انا مش عاوز ابقى عرابي، هسمي نفسي عماد، وانا هدلعك. اقول لك ازيك يا عمدي، عامل ايه يا عمدي، رايح فين يا عمدي، جاي منين يا عمدي، جرالك ايه يا عمده، شفت جرالي ايه يا عمدي، شفت جرالي ايه، انا جرالي ايه، جرالي ايه يا عمدي، انا جرالي ايه. اسمعك جرالي ايه؟ جرالك ايه؟ اسمعها لك؟ ما تقرفناش بقى. يا واد في ايه؟ اه جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. انا مش عارف والله جايبيننا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو انت راجل قوم لي يا عمدي. اهدي، ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده انا هقوم اديله على بوز. قوم له وربنا هقوم لك. لو انت راجل قوم لي يا بقلص. بقلص؟ اه بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش ده انا هقوم اديك بالكتانيل اللي على بوزك. ايوه قوم له. هقوم له. قوم له وربنا لا قوم له. ما تقوم له. هقوم له. قوم له. انا هقوم له. قوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب ارفع البلاء عني. سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط، ما تعاقبنيش كده يا رب. يا شيخ البلد خلي عندك نخوة وقوم. هقوم له. ايوه قوم.
قوم لي يا شيخ البلد قوم. ده بيقول لي بوللو ولا ده انا همدك بالجزمه. ايه ايه ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ يا شيخ تعال العب ياض بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت جبدهم في الكفر دي صح. ده انا اهدى انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ استوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي ما تستوريش قوي يعني استوري بشويش. ما صحيح جراه يا شيخ البلد. ما تقولي لنا عمد عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي. احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني.